تقوم الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي بجولة تواصلية عبر مختلف جهات المغرب في إطار المديرية الجهوية وكذلك في المصحات. هذه الجولة اللي عندها عدة أهداف، منها أولا هو التواصل مع القواعد، ثانيا إخبار بالمستجدات والأنشطة التي قامت بها الجامعة منذ المؤتمر الأخير الذي انعقد في 2018، وكذلك استعداد المحطات النضالية المقبلة. ما بين المكتسبات التي حققتها الجامعة وأكبر مكتسب الذي نضلت عليه الجامعة منذ 14 سنة هو رفع الحيف أو رفع الظلم على فئة عريضة من مستخدمات ومستخدمي الضمان الاجتماعي، ألا وهما الممرضات والممرضين الذين كانت تسميهم الحكومة بالمخاولين الذاتيين، الذين كانوا محرومين من الحماية الاجتماعية ومن التغطية الصحية. المشروع الملكي الجديد الذي أثار جوبعة بعد الجائحة، أثر الجائحة. إذن هذه الفئة اليوم أصبحت تستمتع بجميع حقوقها، حققت مكتسبات كانت لا أقول كانت غير منتظرة، إنما حققت مكتسبات مشروعة التي كان من الواجب على الحكومة والإدارة أن تمنحها إياهم منذ التحاقهم بهذه المؤسسة. في إطار الجولة النقابية الوطنية التي تقوم بها الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، أبت الجامعة إلا أن تشرك الشباب في هذه المحطة التكوينية والمحطة الهيكلية. أننا قمنا بالجولة على الصعيد الوطني في معظم المديريات الجهوية والمصحات، حيث التقينا بالمتعاقدين الذين حققنا لهم العديد من المكتسبات، من بينها لو نوفو ستاتي بوغ لي فاكاتير. كذلك التقينا بالقواعد اللي زعما حاولنا نوصل من المكتسبات اللي حققتها الجامعه خلال هذا الموندا ديالها من 2018 ليومنا هذا، والحمد لله لقينا استقبال وترحيب كبير من جميع القواعد على مستوى الوطن. نشكر الجامعه ديالنا على هذه الاتفاقات القويه ديال هذا النهار الكبير، هذا النهار الكبير عندنا لهاد المستخدمين والمستخدمات ديال مصحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتنشكروا السيد الرئيس السيد زكريا الزدين والسيد الكاتب العام وجميع الاطر اللي جات وشرفتنا اليوم في مدينه القنيطره. وهذا نهار كبير عندنا اليوم، وعاش الاتحاد المغربي للشغل، وعاش الجامعه الوطنيه للاتحاد المغربي للشغل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.